أنا اسمي جيسيكا، أنا أمريكية وجيت إلى سوريا قبل سنة ونص لأتعلم اللغة العربية. أنا درست الفلسفة الغربية بجامعة وقررت إني أريد أن أتعلم اللغة العربية لأدرس الفلسفة العربية وإسلامية. وبعد أن أتخرج من المعهد سأذهب لأدرس ماجستير بفلسفة الأديان، وإن شاء الله بعدين لأدرس دكتوراه بفلسفة غربية وفلسفة عربية مع بعضهم. أنا سكنت بدمشق القديمة مع أسرة سورية أول 14 شهور، وبعدين سكنت لوحدي كمان بدمشق القديمة. وأنا وجدت بشكل عام الأشخاص بالسورية دائما لطيفين مع الأجانب. عندما كان عندي أسئلة، عندما كنت أحتاج عن مساعدة، دائما كانوا جاهزين ليساعدوني. وفي المستقبل أتمنى أن أعود لسوريا لأتعمق في دروسي في فلسفة الأديان وفي فلسفة بشكل عام. فلا يوجد في العالم كلها بلد مثل سوريا يعني لأتعلم اللغة العربية وممكن اللغة السوريانية وأرامية كمان. وأنا كثير مسرورة بالاستقبال الذي أخذته بسوريا.